السلام عليكم إخواني الكرام، إخواني المشاهدين. هذا أخوكم سيمو يعود إليكم من جديد. لأول مرة أخوتي يشوف هذه الحلقة ولا يشوف سيمو جيرماني بلوك، ما عليه غير يضغط على زر الجرس ويضغط على واحد زر سميتو أبوني باش يبقى يوصلوا كل جديد نتاعي، وإن شاء الله يا رب العالمين. المهم أخوتي، بعد الفاصل ونواصل. فرجة ممتعة. وعلى فكرة أغبى عصابة في العالم هي هذه اللي عندها في المغرب، كيزيدوا يغرقوا راسهم وكيزيدوا تيبينوا ريوسهم. على كيما قلت لك خليج والمغرب، ولكن ما عندي دواسخ نقيح نخلى بيت الدروس ضربوا الجار. خوتي بعد الفاصل احنا ولينا لكم ان شاء الله. المهم خوتي، نبداو القضيه، ان القضيه يعني اللي كي المهم كتهتم بالراي العام بزاف بزاف بزاف، وهي راه كما نقولوا قضيه كبيره 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 بزاف، ويعني وصلت للدول الاوروبيه، وصلت للدول الخليج، وصلت لكاع الدول. المهم هذه القضيه ديال المغنيه المشهوره وقضية ديال حمزة مون بيبي. المهم كما شفتوا معايا جواد قنانة، المهم هذه حالة خاصة، يعني كانوا يعني قال لك ودي فعلا كانوا بيراطاولو الاخر كما نقولوا داولو الحساب ديالو، وكما قال لك وعنده الصح في هذه الجملة وفي هذه الكذا في هذه الهضرة اللي قالها. اقسم بالله العلي العظيم الى عنده الصح انه قال راهم كيزيد، هو معنى، هو عطى المعنى والحر بالغمزه انه قال مهم راه قال راكم شتو شتا، قالك اودي راهم كيزيدوا يبينوا بانهم هما العصابه، هما ديك العصابه اللي على بالكم اخوتي. المهم كما شتو المغنيه المشهوره، غادي نقول لكم الدواسه المقيحين ديال المغنيه المشهوره، انها كي كانت دير تقد على الفريسه ديالها وكي كانت دير تنتقم على الفريسه ديالها، لان هذا الفيديو خوتي غادي يكون قصير شويه، ما غاديش نطول عليكم فيه، غادي نعطيكم جميع المعلومات انها كي كانت دير تنقد على الفريسه ديالها. كما شفتوا اخوتي النهار الاول سلطانه، يعني سلطانه الملقبه بسلطانه سهام، كان عندها المهم هي انتقدت دنيا باطمه في واحد القفطان، انتقدت دنيا باطمه في واحد القفطان، يعني ما عجبهاش ولا هذاك الشيء شغلها، مهم انتقدتها في ذاك القفطان هذاك، مع انتقدتها الاخرى ما عجبهاش الحال، كي دارت انتقمت منها بذاك الحساب المشؤوم، انتقمت منها وكما نقولوا ردت لها حياتها جحيم، وردت لها كما نقولوا العيشه ديالها جحيم. راكم شفتوا راكم تبعتوا القضيه كاملة. تاني حاجة سعيدة شرف ما عرضتهاش للخطوبة ديالها ولا شي حاجة ديالها، عاود تاني كي درت باش تنتقم منها، انتقمت منها من داك الحساب المشؤوم، يعني الدواسة المقيحين هادو هما الدواسة المقيحين نتاع هاد المشاهير وهاد المغاربة. المهم خوتي، يعني كيما نقولوا المغنية المشهورة يعني عندها الانقضاض على الفريسة ديالها بداك الحساب ديال حساب حمزة مون بيبي، يعني كي غادي دير كتنتقم كي دير، يعني ما تنتقمش مباشرة، يعني كتلقاها مباشرة كتضحك معها، كتحيي داك الحفل اللي لقاتها، كتحيي داك الحفل معها، ولكن من بعد إخواني أخواتي كتنقد عليها بداك الحساب ديال حساب حمزة مون بيبي. بحالاش أخوتي غادي تقولوا لي بحالاش؟ متصاور الفيديوهات ولا كيما نقولوا كتبتز واحد الانسان ولا واحد الانسان صور، يعني اللي خدامين معها العصابه اللي خدامين معها، صور لي داك فلان، صور لي فلانه، لا خصك ضروري تصور لي فلان، ولا غادي نديرك في كذا، ولا غادي نديرك في الحساب، ولا غادي نديرك في داك الحساب. المهم يعني هاد القضيه كبرت وكبرت بزاف، يعني خص الحمد لله القانون في البلاد، وشكرا للقانون المغربي، يعني راه كل شيء غادي يكون بايطاب بايطاب، راه كاع ما تقلقوش اخوتي، كل شيء لا احد فوق القانون،
هادي غير واللي وهادي غادي ديوها من عندي. اللي دار الدرم يستاهل العقوبه، لان المغنيه المشهوره راه حتى شي حد ما غادي يقدر يوقف معها. علاش هادشي غادي يبقى بين قوسين الخوت؟ علاش ما يقدرش حتى شي واحد يوقف معها؟ لان حتى شي واحد ولا حتى شي مسؤول اللي غادي يبغي يوقف معها راه ما غاديش يقدر يوقف معها، لان باش ما يضيعش راسه وباش ما يتورطش حتى هو. ولا وقف معها راه غادي يتورط وغادي يولي ضحي، ماشي ضحيه، راه غادي يولي حتى هو معاهم في ذاك الحساب هذاك غادي يتورط. المهم اخوتي هاد بالنسبه اخوتي الحساب ديال جواد قنانه، مع شتو انه حتى شي حد ما عنده المودو باس، حتى شي حد ما عنده الباسورد، ما عندوش الكلمات المرور، حتى شي واحد ما عنده من غير اسامه الجعمي. باش تعرفوا ان اسامه الجعمي انه في الجعمي ولا العجمي انه في كما نقولوا في سجن الودايه بمدينه مراكش، في سجن الودايه بمدينه مراكش. المهم هذا هو يعني حتى شي واحد ما يقدر يحل، حتى شي واحد ما يقدر يحل كما نقولوا ذاك الكونت من غير اسامه الجعمي، حتى شي واحد ما يقدر يحلو اخواني اخواتي. يعني هذا الشيء بين قوسين، شكون اللي حلو راكم شكون اللي حلو؟ يعني قال لك هو يعني كاين شي ناس راهم شكوا في الاخت ديالو، وكانت اتصلت الاخت ديالو بجواد قنانه. هي المفروض يعني ما خصهاش توصل راسها الاخت ديالو العفو لهذا الشيء، لان باش ما يشكوش فيها، باش ما هي باش عاوتاني حتى هي ما يستدعيوهاش ويديروا لها عاوتاني استدعاء ويديروا لها استدعاء وطلوع ورجوع، روحي منا روح خرجي منا. يعني فهمتوني خوتي؟ يعني ما باش ما يديرولهاش هذا الشيء هذا. سمح اخواني اخواتي على الانقطاع. المهم اخواني اخواتي قلت لكم يعني باش ما يشكوش فيها، وباش ما يشكوش فيها عاوتاني باش ما يديرولهاش استدعاء ويبقاو استدعاء وطلعوها روح روح وطلعوا روح روح، لان هذا الشيء راه كل شيء باين اخوتي. يعني الباسورد ما كان حتى شي واحد عنده من غير اسامه الجعمي، وان اسامه الجعمي في مدينه مراكش في سجن الودايه. يعني هذا هو يعني هذا هو المفهوم. يعني تمتم وانا نفهم، هذا هو اللي بغينا نفهموه اخوتي. يعني اسامه الجعمي انه في سجن الودايه، وكما نقولوا التبيراطه كما نقولوا الاخ جواد قنانه تبيراطه له الحساب ديالو. وباش تعرفوا ان كي دارت سعيده شرف باش دارت مع كونتاكت مع اسامه الجعمي، عرفوا بها داك الانسان نتاع عدنان عرفوا بها، يعني كونكوا باش يرجع لها الحساب ديالها. ومن بعد ما رجع لها الحساب ديالها يعني تما بداو يبانوا قضايا وبداو يبانوا بدا ان باش تعرفوا ان داك الانسان يعني هو كان الخادم ديال المغنيه المشهوره، كان هو الخادم ديالها، هو اللي كان يعني ينتقم مع عباد الله وينتقم من الناس وينتقم يعني الله يطلق صراخ كل واحد، ولكن هذه هي الحقيقه. يعني ينتقم، واي حساب واي واحد دار معاه شي حاجه ولا دار مع ديك المغنيه المشهوره شي حاجه يعني كي ياخذ المجرى ديالو وكي ياخذ له الحساب ديالو. مع العلم انه كان تواصل قال لك يعني راكم شفتوا الملقب بحمزه مون بيبي بين قوسين، يعني كل شيء راه باين. قال لك سيدي يعني اسامه الجعمي راه بارئ وبارئ وجدا بارئ، وعائشه عياش عاوتاني كبارئه، وكل المسجونين يعني برأهم، هو برأهم، هو قاضي التحقيق، هو كل شيء وبرأهم، ولكن القانون لا يعلى عليه، تش حاجه ما تعلى عليه من غير الله سبحانه وتعالى. هما راهم عارفين، هما شافوا التليفونات، هما اللي راهم عارفين كل شيء واش كاين في التليفونات، كل شيء واش كاين في الاخر. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم، يعني ما حد هذوك راهم مسجونين، يعني وعندهم ادله، عندهم ضدهم واحد الادله، واللي هذه الادله هذه كما نقولوا موثوق منها اخوتي. يعني كما نقولوا يعني هذا هو اللي بغيت نقول لكم اخوتي. هاد الدواصل مقيحين، وها واش صرا، وها كي صرا، وها كي صرا، وها كي صرا، لان كل شيء باين اخوتي، راه كل شيء باين وضوح الشمس، كل شيء باين. يعني كي درت مع يعني كي كدرت نقد على الفرائس ديالها، يعني كي درت مع سعيده شرف، وكي درت مع سلطانه، وغادي نزيد نكمل لكم كي درت مع مريم سعيد.
مريم سعيد اللي كانت هدرت عليها في يعني في الإعلام, وتا سيمونا هدر عليها وقال هو صاحب الرجل ديالها يعني كان باغي يديها يعني مع العلم هو اللي قالها فمه, قال أنا يعني ذاك الإنسان اللي كان باغي يدي مريم سعيد سميتو كريم, قال لك ذاك كريم يعني كان صديق ديال سيمونا, و يعني كل شيء باين اخوتي يعني كمل لكم انا ما عندكم اخوتي ان مريم سعيد كانت باغي تزوج هذاك الانسان وداروا الهيلاله وعرضوا ناس من امريكان عرضوا ناس من اسطنبول زيد وزيد وزيد, وفي التالي اختار وحده كيتفاجئ بتصوروا فيديوهات مخلل الحياه كتما كيرفض وكما يبقاش ما بقاش باغي يتزوجها وجمع معها وطوى يعني ضيعوا لها حياتها. يعني انت كتعرف السيد والانسانه راكم شفتوها المغنيه المشهوره كانت هضرت عليها في الاعلام وكانت هضرت عليها في الاخر. المهم هنا بين قوسين هنا الحلقه ديالنا كملت, استناونا في حلقه جديده ان شاء الله وغادي تشوفوا الحقائق وبزاف ديال الحقائق راهم كاينين. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه, تضغطوا على زر الجرس, وتبارك الله عليكم, تصبحون على خير.